تشاهدون في هذه الحلقة: الإغاثة في اليمن، المصير المجهول. مسجد الأهدل بعدن رمزية البناء ودلالة المعنى. شاب يمني يحصل على براءة اختراع في ماليزيا. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع. نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في العاصمة المؤقتة عدن أمسية فنية للناجيات من سرطان الثدي ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي تقدمه للمرضى. وخلال الأمسية التي تخللتها فقرات ترفيهية ووصلات فنية، شدد المشاركون على ضرورة تقديم المزيد من الدعم والرعاية لمرضى السرطان والوقوف إلى جانبهم في معركة الحياة. توج نادي الشعلة الرياضي بالعاصمة المؤقتة عدن بطلاً لدور أندية عدن التي ينظمها اتحاد كرة القدم بدعم من شركة طيران الملكة بلقيس. وتأهل نادي الشعلة على حساب نادي التلال الذي انسحب قبل انتهاء المباراة الختامية احتجاجاً على هدف لم يحتسب لصالحه، ورفع الشعلة بذلك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، فيما بقي التلال برصيد 39 نقطة ووحدة عدن ثالثاً برصيد 38 نقطة. المواد الإغاثية في اليمن جعلت لإغاثة المنكوبين في الحرب، لكنها اليوم باتت في حاجة إلى مغيث في ظل انعدام الرقابة والتلاعب الحاصل فيها. المساعدات الإنسانية في اليمن لا أثر لها في الواقع مقارنة بحجم الدعم المعلن الذي تجاوز خلال الأربعة الأعوام الماضية 23 مليار دولار كما تقول التقارير الأممية. نحن نشتغل مع حكومة في مجال في كل مجال، لكن بنية تحتية مش مجال مساعدة الإنسانية. لكن هنا في اليمن في حرب، الأوضاع شوي صعب، يمكن نحن نعمل مساعدة إنسانية، لكن هذا مش عمل لنا أصلي. معنا توزيع غذاء، معنا توزيع لحم، معنا كل يوم في السوق معنا إفطار. المنظمات الإغاثية بشكل عام لا تظهر إلا وقت الأزمات، وهذا شيء طبيعي أنها تظهر وقت الأزمات. نجد كل البلدان اللي دخلت بحروب ودخلت في شغب ودخلت في مشاكل، المستفيد أكثر المنظمات. غياب الدولة يعمل العشوائية هذه، كيف بيرتاح مواطن ماش معه دولة، ما عندهش هوية. أكثر من نصف الدعم المادي يذهب نفقات تشغيلية كما تشير تقارير بعض المنظمات العاملة في اليمن، فيما يصرف جزء كبير في غير مجالاته وتذهب لغير مستحقيها، وهو ما عبر عنه برنامج الغذاء العالمي في أكثر من بيان. في أماكن تضخ في بالإغاثة عن غيره، يعني عشان كده برضو نحن على الواقع في تشوفي يعني فقر وجوع وناس ينحرموا برضو. توظيف، يلاقوا أماكن لموظفين جدد، مصروفات التشغيل يمكن تصل في بعض منظمات الأمم المتحدة إلى 45% من الهبات اللي تأتي، ويأخذوا منهم 40 وأكثر من 40، 16، 30، 35% من هذه الهبات اللي هي لمصاريف تشغيل. يصير في أسبوع أنت توزع، بعدين بيجي منظمة ثانية ويوزع نفس المكان، بعدين بيجي، يعني لازم ننسق للمحرومين. رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر تدهور الوضع المعيشي في اليمن الذي بات ينذر بكارثة إنسانية هي الأكبر عالمياً، إلا أن أحداً لم يبادر في وضع الحلول الناجعة لتفادي الكارثة. 75% من مقاعد اليمن يعني نحن مصنفين بعد الصومال تقريباً، وبيصادف الآن الشعب اليمني أو محافظة عدن بالذات الغلاء الفاحش. مأساة البلدان اللي فيها شغب وفيها مشاكل وفيها هذا المنظمات الدولية هذه اللي تقيها، يعني كل يوم يطلعنا عميل العامة المتحدة اليمن في كارثة 22 مليون مشردين نشتي فلوس، والفلوس تروح فين؟ منظمات الأمم المتحدة. لكن المنظمات المحلية ممكن تقوم بالعمل هذا وبتكاليف أقل. بعد الحرب ضعف دور الحكومة
لذلك الذي يلامس هموم المواطن أكثر هي المنظمة المجتمع المحلية. تعترف الأمم المتحدة بوجود اختلالات في آلية العمل الإغاثي باليمن، وتتهم علانية ميليشيا الحوثيين بالمتاجرة بقوت الجوعى، غير أنها لا تبدي جدية في تصحيح الاختلالات ولا تكترث لخطورة الوضع وحجم الكارثة. في أكثر من مرة أكتشف أغذية فاسدة مع الفاو، مع برنامج الغذاء العالمي، أكثر من مرة حصلت هذا. وفي أكثر من مرة لأنه المواصفات سيئة حق الشراء، مش زي ما حتى تاجر يستورد ويكون خايف على بضاعته. أنت تشتري كمنظمة تجيب تعمل توزيع مجاني للناس، ما بتبيعش. رسالة إلى المنظمات الدولية وإلى الحكومة أن تدع فرصة للمنظمات المجتمع المدني المحلية أن تتواصل مع المنظمات الدولية. نرحب بالأستاذ جمال محفوظ بن فقيه، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن. أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذ جمال معنا. بداية أستاذ جمال، لو تطلعونا على مهام اللجنة العليا للإغاثة وما هي الأهداف التي وجدت لأجلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بك ونرحب بالمشاهدين الكرام ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، أخوات مباركة. أنت طيب. الحقيقة اللجنة العليا للإغاثة انشأت في 2015 من أجل تداعيات الحرب الظالمة التي شنها الإنقلابيين على الشرعية، ومن خلالها انشأت هذه اللجنة لتخفيف من آلام المواطنين، وأهدافها الأساسية لإيصال المساعدات لجميع المحتاجين والذي يستطيعون أن تخفف لهم هذه الإغاثة من ألم الجوع ومن ألم التشرد. والحقيقة اللجنة للإغاثة هي الأهم مهام الأساسية هي لإيصال المساعدات لكل واحد تحت أرض الجمهورية اليمنية، إلى جانب نحن مهامنا الأخرى هي مهام تنسيقية ننظم العمل الإنساني للإغاثة وننسقها مع المنظمات الدولية لفتح لهم القنوات الأماكن الاحتجاج إلى احتياج، إلى جانب فتح لهم ما هي الاحتياجات الحقيقية التي يحتاجها المواطن سواء كان في الغذاء أو في الصحة أو في الإصلاح البيئي أو حتى في الصحة وفي معالجة الأمراض التي هي رافقت هذه الحرب، رافقت هي من تداعيات هذه الحرب الدائمة من سواء كان مرض الكوليرا أو مرض الضنك وغيرها من الأمراض. نعم. خلال 4 سنوات أستاذ جمال، ما الذي تحقق؟ ما الذي حققته اللجنة العليا للإغاثة؟ الحقيقة هي اللجنة العليا للإغاثة، أولا يعني نشير إليكم بأن اللجنة العليا للإغاثة هي لن تستلم أموال ولن تستلم إغاثة، هي جهات تنسيقية. إنما في خلال فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك رئيس مجلس الوزراء بيحشدوا جهود كبيرة بإيصال المساعدات لليمن حسب التقارير التي ترفع من المنظمات الدولية، وخلالها يعني تتم عملية خطة الاستجابة من بداية 2016 و17 و18 والآن 4 سنوات موجودة، على أساس أن في حالة الطوارئ. والحقيقة لها حشدت جهود كثيرة ووصلت مبالغ غير عادية للمنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني وللتخفيف من آلام الحرب وآلام الجوع والمجاعة. لكن للأسف الشديد بسبب أنه لا زالت الحوثيين متعنتين كذلك بمنع المساعدات وكذلك بعملية حجز كثيرة من المواد الغذائية وانتهاكات كثيرة لا تصل الإغاثة إلى كثير من المناطق التي تحت سيطرتهم، ولهذا نجد أن كثير من المناطق والمحافظات التي تحت سيطرتهم والقريبة حتى من منابع إيصال المساعدات مثل الحديدة قريبة منها اللي هي تحيتة والمناطق هذه وكذلك حجة لم تصل إليها مساعدات، وبدأت المجاعة توصل في أوساطهم، ولهذا دليل واضح أنها يعني أن المساعدات لا توصل لمستحقيها. وكذلك نحن من خلال البرنامج هذا نطلب من المنظمات الدولية أنها تكشف للعالم بالشفافية من هو المعرق العمل الإنساني والإغاثي، ولماذا لم توصل هذه الأمثال الإغاثي، ولماذا لحد الآن في خلال 4 سنوات من خلال تقارير الأمم المتحدة كانت من 40% في عملية الاحتجاج الآن وصلت إلى 60% وهي مرحلة المجاعة. نعم.
على ذكر هذا الموضوع أستاذ جمال، برنامج الغذاء العالمي لوح بأنه سوف يوقف توزيع المساعدات أو يعلق توزيع المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. في رأيكم إلى أي مدى يكون مصداقية هذا التهديد؟ ويعني هل هي فقط للأسباب التي ذكرتموها؟ الحقيقة طبعاً هي طبعاً البيان البرنامج الغذاء العالمي هو يأتي أفضل من لا يأتي. الحقيقة هو في أكثر من أكتوبر من العام الماضي بدأ بأول بيان يصدر برنامج الغذاء العالمي، بدأت الانتهاكات الموجودة والذي أصدروه في بأن تأخذ الغذاء من أفواه المحتاجين. هذا البيان كان له صدى كبير، لكن للأسف الشديد قوبل بالضغط على المنظمات والضغط على برنامج الغذاء العالمي، ومن خلاله أجت تتبعات أخرى، فهو تم إحراق صوامع الغلاء حق برنامج الغذاء العالمي ومنعهم الوصول إلى داخل الصوامع اللي أخذ هذه الحبوب الذي حوالي 55 ألف طن، الذي ممكن في خلال ممكن يستفيد منها 3 مليون إلى 4 مليون شخص في المحافظات التي تحت سيطرتهم المحافظات اليمنية. طبعاً هي البيان اللي صدره في الأخير، نحن لا نقول نحن تمنعهم، نحن ممكن يأتون نقل مكتبهم إلى لمحافظة عدن أو للعاصمة الاقتصادية عدن، وكذلك نقل صوامع الغلاء للمناطق التي بحاجتها في كثير من المناطق الموجودة، ويستفيدون من 22 منفذ الذي فتح لهم لجميع المنظمات الدولية إلى جانب ميناء جيزان وجميع المرافق الموجودة. وطبعاً أنا مستعدين أن نفتح لهم سواء كان في ميناء عدن أو في المناطق التي مجاورة، وكذلك يشتغلون من خلال المحافظات المحررة، ونستطيع من خلال شركائنا المحليين أن إيصال المساعدات إلى أبعد أبعد نقطة موجودة في الجمهورية اليمنية عبر شركاء اللجنة العليا للإغاثة لإيصال المساعدات لجميع أنحاء اليمن. أستاذ جمال، فيما يخص الآن تحدثنا عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، المناطق المحررة أو التي هي واقعة تحت سيطرة الشرعية، هناك العديد من الشكاوى والأقاويل بأن المساعدات لا تصل إلى مستحقيها أو لا تصل بالشكل المطلوب، ما مدى مصداقية هذا الكلام؟ وإذا كانت هذه المشكلة موجودة كيف يمكن حلها؟ طبعاً نحن بالنسبة في المناطق المحررة قبل كل شيء نحن نعول على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الممثلة في ذراعها الإنساني هو المركز الملك سلمان، وكذلك الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد والهيئة الكويتية وبعض الأشقاء الموجودين في مجلس التعاون الخليجي، الذي هم في المناطق المحررة تبنوا عادة تأهيل البنية التحتية والمدارس، وكذلك لوضع حال المناطق المحررة أفضل حال من مناطق تحت سيطرة الحوثي، وهذا طبعا باين للعيان. كذلك عملية إيصال المساعدات في هذه المناطق بشكل كبير. نحن في الوقت الحاضر أصبحت هذه المناطق ناهية بحاجة للغذاء بشكل كبير، وإنه في بعض الأشخاص محتاجين، لكن نحن الآن توجهنا إلى سبل العيش بالنسبة لهذه المناطق التي هي محررة. تمت حاجات كثيرة، يعني لولا وقوف الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهيئة الكويتية لوصلت المجاعة للمناطق المحررة، لكن الآن لأن أغلبية 80% من الإغاثة توصل للمناطق المحررة. هذا السبب الأول. السبب الثاني وجود مكاتب المنظمات الدولية في محافظات تحت سيطرة الحوثي، يكون تحت سيطرة الحوثيين لا يستطيعون أن يقدموا ما يستطيعوا للمناطق المحررة، فتوجد مكاتبهم هنا ضعيفة، ولهذا الشركاء هم موجودين حتى في المناطق المحررة من بعض الدول الأوروبية ضعيفة الأداء، ولا توجد لهم رغبة حقيقية، ولهذا يعني توجد في المناطق المحررة لا توجد رقابة حقيقية. لا توجد رقابة حقيقية طبعا بشكل عام. نحن نحاول بقدر المستطاع، لكن نحن في الأيام القادمة طبعا بعد ما بدأت الأصوات ترتفع بدأت الحكومة تتنبأ بهذا المجال، ولازم يكون في رقابة ومتابعة وتقييم بالعمل الإنساني سواء في المناطق المحررة أو في المناطق اللي هي غير محررة. ماذا عن النازحين أستاذ جمال؟ كذلك بعض النازحين يشكون أيضا من عدم وصول المساعدات إليهم. النازحين طبعا متواجدين، يعني أنت الآن بتلاحظي النازحين في محافظة مارب تطلع ل 143 أسرة، هنا في عدن توصل إلى 15,000 إلى 20,000 أسرة. الحقيقة هؤلاء النازحين هو نحن دائما ندادي أن بوجود مناطق خضراء تأويهم تحت سلطة الجهات المختصة والسلطات المحلية بقريبة مناطق الصراع، ويكون كرامة النازح بتوفير لهم الغذاء المناسب والصحة والمأوى الحقيقي.
لكن للأسف الشديد نحن في خطة استجابة 2019 مركز بشكل كبير هي كرامة النازح. نحن نتمنى من المنظمات الدولية إنها تتحول من 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 إصدار التقارير لمعالجة المشكلة. طبعا التنزوح بشكل كبير ويوميا تزداد والمعاناة تزداد كثير. نحن نوصل إليها عن طريق بعض المنظمات وعن طريق سواء كان منظمات محلية أو منظمات إقليمية، هي دائما توصل إلى هذه النازحين، لكن لم تنظم بالشكل الصحيح والحقيقي الذي يمكن يحافظ عن كرامة النازح. ما هو الحل أستاذ جمال إذا كانت لا تصل بالشكل الصحيح أو الشكل الحقيقي، إذا لم تكونوا يعني أنتم كمنسق للجنة العليا للإغاثة راضين عن وصول عن سبل أو طرق وصول المساعدات إلى النازحين، كيف يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ اللجنة العليا للإغاثة هي جهة تنسيقية لا توجد عندها المساعدات. نحن نحاول قدر المستطاع أن احنا نطرق جميع الأبواب بالوصول لهؤلاء الناس، الوصول للنازحين بشكل كبير، لكن احنا طالبنا ان تكون دور اللجنة اكثر من تكون تنسيقي، وهو تنظيم وتنسيق العمل الانساني الوقافي، وتكون نافذه وحده لايصال المساعدات، لان توجد اكثر من جهه الان موجوده هي اللي تقوم بالعمل. ولهذا تنظيم العمل الانساني الوقافي مهم جدا في المرحله القادمه لحفظ كرامه النازح والرقابه والمتابعه ومراقبة كذلك المبالغ المالية التي تستلمها المنظمات الدولية. ولا بد أن احنا يعني لازم يكون في كشف حساب من المنظمات الدولية، تقدم لنا كشوفات بما تم وماذا يتم، يعني مهم جدا. كذلك نحن التسرب الأخيرة طبعا من الأمم المتحدة في بعض المنظمات الدولية عن 23 مليار الذي تسلموها المنظمات الدولية، هذا يعني لو حسبنا أن فقط بال2 مليار ونص اللي استلموها من التحالف العربي في 2018 كفيله لرفع المعاناه بشكل كامل، فما بالك ال 23 مليار الذي لا نعرف عنها شيء. السبب ان الان دائما المنظمات الدوليه وجود مراكزها في صنعاء وجودها بعيدين عن النظر الشرعيه ونظر الحكومه اليمنيه، وهذا لا نستطيع ان احنا محاسبتهم الا بنقل مكاتبهم داخل المحافظات المحرره. في رأيكم أستاذ جمال، لهذا أوصت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بأن تعيد تصحيح عملها في مجال الإغاثة في اليمن بشكل عام؟ طبعا هي في 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 اهتمام بشكل كبير من دولة رئيس الوزراء بإعادة تصحيح المجال الإنساني والإغاثي، ونحن نتوقع انه في الفترات القادمة انه يكون في تغيير بشكل كامل لتنظيم الإنساني في تنظيم العمل الإنساني والإغاثي. نعم. ماذا عن آلية العمل بينكم بين الشركاء الدوليين والمحليين أيضا في اليمن في مجال الإغاثة؟ طبعا هو أهم حاجة. نحن بالنسبة للحكومة الشرعية وفخامة الرئيس عبد الله المنصور هادي ودولة رئيس الوزراء ورئيس اللجنة للإغاثة ووزير التخطيط بيحشدوا جهود كبيرة لإيصال المساعدات حسب التقارير اللي ترفع من 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 الأرض، أنها بحاجة اليمن لإغاثة، محتاجة لإعادة البنية التحتية، إعادة الإعمار. ولهذا من خلال هذا الحشد الكبير من واضح ان خطه الاستجابه انه في استجابه للحكومه اليمنية بما تطلبه، لكن احنا الاشكاليه الموجوده عندما لا تكون لا يسمحوا للحكومه للمراقبه بشكل كبير لاين تروح هذه الاغاثات والتقارير منفصله. وجود المنظمات الدوليه هي بعيده، دائما اتكرر هذا الحديث، هي في اشكاليه كبيره من هذا المجال، لكن احنا ان شاء الله بشكل بامكانياتنا وبامكانيات ضعيفه وبمعاونة منظمات المجتمع المدني نستطيع أن نأخذ بعض المعلومات ونقدر نحن نحاول نضغط بضغط بشكل مباشر أو غير مباشر لإيصال المساعدات للناس الذين مستحقين. نعم. في رأيكم أستاذ جمال، الاختلالات التي تحدث في العمل الإغاثي هي متكررة بشكل واضح، من المسؤول عن تكرار هذه الاختلالات؟ هي طبعا هي عدم وجود الرقابه وعدم وجود المتابعه بشكل كبير. السلطات المحليه نحن شكلنا في اللجنه الإغاثة في كل محافظه جهه برئاسه المحافظه، هي لجنه فرعيه هي مهمتها اللي هي تراقب العمل الانساني، لان لا يستطيع اي منظمه دوليه او محليه ان تقوم باي عمل انساني او تنموي داخل اي محافظه الا بامر المحافظين. ولهذا نتمنى ان المحافظين يقوموا بدورهم للمتابعه والرقابه ورفع التقارير من اي خلل موجود، وهذا الشيء هذا بيساعد كثير اللجنه العليا للاغاثه انها تعرف ان توجد اين الخلل. الى جانب هذا كله طبعا الحكومه هي طبعا لا تستلم الاموال ولا تستلم الاغاثه، هي فقط جهه انها يعني تنسق إشرافية فقط بشكل عام، وهذه وحتى كجهه اشرافيه بحكم ان كثير من اللغط موجود في العمل الانساني الاغاثي وظروف الحرب وضعف حتى المؤسسات بشكل عام، هذا يجعل الرقابة شوية يعني صعب علينا.
حينما يتم الكشف عن اختلال ما موجود أو مؤسسة إغاثية أو منظمة لم تعمل ضمن الإطار العمل الصحيح، ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة أو الدولة أو الجهة المعنية حينما يتم الكشف عن الفساد؟ طبعاً نحن توصلنا رسائل من بعض المحافظين وبعض المديريات. نذكر نحن في الفترة الماضية في خلال السنة الماضية عندما بدأت المجاعة في أو بدأت ظواهر المجاعة في محافظة الضالع في الأزارق وكذلك في جحاف، ورفعت لنا رسائل موجودة ونحن استدعينا برنامج الغذاء العالمي. للأسف نحن وجدنا أن الحصص المديريات هذه كانت تعطيها حوالي 2600 حصة وأسرة وصلت للصفر وبعضها تنعدم، وهذا تبدأ الأمور بسبب أن التقصير من المنظمات الدولية وحسب تقديرها بالأمور. هذا أحيانا في كثير، يعني عندنا في شكاوي كثير من هذه في هذا الحدود، لكن احنا نحاول نعالجه لأنها في الأخير العمل الإنساني الإغاثي عمل مدني وحي وعمل إغاثي وإنساني بشكل عام. نحن نحاول نحن قدر استطعنا اللجنة الإغاثية عندها الجزرة عندها العصا بقدر أنها توجه وحاول أنها تضغط بترجع معها بالمعاناة الذي يعانيه المواطنين وتصحح كثير من الأمور من خلال هذا الضغط وتمشي الأمور، لكن ليس كافي، يعني في قصور، لكن نتمنى أن هذا القصور نحاول نتلافيه في الفترات القادمة. نعم، هل صحيح أن 70% من المساعدات تصل إلى الأماكن، مساعدات وكذلك الإغاثة تصل إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين؟ طبعا، هي لأن عدد السكان كبير جدا هناك، فتصل حوالي من 70 إلى 80% في ميناء الحديدة، وهذا الشيء نحن عندما نتحدث عن وجود الفساد في المناطق هذه، لأن أغلب السكان موجود وأغلب المناطق، يعني عندنا الآن مناطق زي محافظة حجة، محافظة ريمة، محافظة المحويت، محافظة حتى الحديدة اللي هي توجد لها مساعدات لا توصلهم بشكل صحيح، بل أحيانا تحصل الضغط على المواطنين كذلك عدم إعطائهم للحوالي، أحيانا يكون لاستمرارية الحرب وكذلك الضغط في الورقة الإنسانية للأمم المتحدة أن يوجد حالات إنسانية صعبة، وكذلك المنظمات الدولية في كثير، يعني ليس كلها، أحيانا تتواطى في هذه العملية لأن لا تمنع عليها هذا العمل الإنساني والإغاثي ولا يمتنع عنها التموين، لكن نحن نطالب أن المنظمات الدولية تكشف الحقائق سواء كان على الشرعية أو سواء على الحوثيين، أين الخلل وماذا لم تصل إليهم، ونحن مستعدين احنا إذا كان الشرعية عندها اخفاقات موجودة مستعدنا احنا نصحيها، واذا كان الحوثيين يكشفوها، لكن بالتأكيد هذا ان لا يوجد يعني اي تصريحات من المناطق هذه، بالعكس التقارير احيانا ترفع بما تقدمهم لهم قيادات الحوثيين، لان جميع المنظمات الدولية هي مسيطرة على الموالين الحوثيين. نعم، لان الضحية في الاخير هو المواطن اليمني سواء كان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين او الشرعية. بشكل عام استاذ جمال، كيف تقيمون مستوى عمل الإغاثة في اليمن؟ طبعا هو ما نقدر نقوله انه يعني ان توجد في جهود تبذل، سواء حتى برضه من المنظمات الدوليه في جهود تبذل وبعض المنظمات المحليه، فجهود كبيره تبذل من التحالف العربي من مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي، يغطوا تغطيه كبيره في جميع محافظات الجمهوريه، بل في اعاده البنيه التحتيه وكذلك كذلك الاصحاح البيئي، في كثير من الجهود تبذل كبيره، لكن حجم المآساه واستمراريه الحرب هذا يجعل المأساة تكبر وتجعل كثير من الإخفاقات تحصل بسبب المأساة الكبيرة. كم حجم المساعدات التي تصل إلى المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية؟ أنت تكلمنا على الإمكانية، طبعا هي توصل في حدود هي 80% من المناطق المحررة، 20% من المناطق الشرعية اللي هي توصل إليها هذه الإغاثات موجودة. وللعلم يعني نحن الآن برضو من ضمن أشياء التنظيمات بدأت الآن احنا عملنا رسائل خلال في الأسبوع هذا لجميع المحافظين اللي إنهم يعتمدوا نظام البصمة في عملية استلام العمل الإنساني والإغاثي بتوجيه جميع المديريات أن يقوم بهذا العمل لضبط العمل الإنساني والإغاثي. هذه من ضمن جهود الحكومة اليمنية وجهود رئيس اللجنة العليا للإغاثة لإيصال لينظم العمل الإنساني والإغاثي من خلال هذا النظام الصورة والبصمة. 20% هذه التي تصل إلى المناطق المحررة أستاذ جمال، كيف يتم توزيعها؟ وهل يتم التلاعب بالمساعدات والإغاثة بشكل عام؟ طبعا هي اللي تكلم عليها في الحدود 20% اللي هي غالبا اللي يوصل المساعدات، هي طبعا في أول حاجة من ناحية البرنامج الغذاء العالمي زي ما تحدثنا قبل شوية هو له شركاء، والشركاء موجودين معتمدين من البرنامج، فنحن نحاول نسعى الآن تكون الشركاء
نحن نرفعهم عن طريق الحكومة اليمنية بحيث نحن نقدر نراقبهم ونقدر نتحاسبهم. النقطة الثانية الأساسية في أعمال كبيرة صعبانة في الأمن الغذائي وفي الفاو وفي الزراعة في الصحة البيئية في الطرقات. تلاحظون أنت في عمل موجود، يعني رصد الطرقات هذه من منظمة دولية نيبيس عن طريق كذلك الكوليرا ومعالجة الكوليرا، المستشفيات والأدوية هذه كلها طبعا موجودة. يعني طبعا هذه برضه المنظمة الدولية، يعني طبعا ليس في عمل موجود يحصل، لكن العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام يتم فيه أحيانا التلاعب ليس من المنظمات الدولية، لأن هي تستلم حوالي 40% من العمل الإنساني والإغاثي، حوالي ميزانية تشغيلية، و15% ميزانية إدارية، فهم مش بحاجة أنهم يأخذوا السلة الغذائية الموجودة، وإنما قد يعني لا يكون عندهم اهتمام بشكل كبير لإيصالها أحيانا، لأن لا يوجد فيها شركاء محليين ليوصل مساعدات في مناطق حاجزة لا يقدروا وصولها، فتوجد مساعدات في أماكن معينة، والأماكن المعينة هذه قد يوصل للنازح أو بعض الناس المحتاجين مثلا مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، ولو تنظري بمكان آخر لا توصل إلى هذه الإغاثة. هي عدم التنظيم، وهذا يجب أن يكون في تنظيم العمل الإنساني للإغاثة لإيصال لكل مكان في الجمهورية لإيصال المساعدات. نحن نحاول قدر المستطاع عن طريق منظمات محلية إيصال المساعدات. نحن لو توجد مساعدات، نحن دخلنا في مناطق التي تحت سلطة الحوثي، دخلنا المحويت، دخلنا حجة، دخلنا ذمار عن طريق المنظمات المحلية، كذلك في الكويت في التحيتة لما بدأت المجاعة عن طريق الهيئة الكويتية دخلنا الإغاثة عن طريقهم بشكل سلسي لهذه المناطق. يعني بطريقة يعني هي طبعا المؤسسات المحلية هي أكثر 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 عون للحكومة واللجنة الإغاثة أن تصل المساعدات إلى جميع مناطق الجمهورية. حتى إلى ذلك في صعدة مستشفى صعدة، وكذلك في تمويل طبي عن طريق مركز الكريم السلمان. ليس الإغاثة توصل لجميع مناطق الجمهورية، نحن لا عندنا أي خلاف أن أي إنسان بحاجة للغذاء نوصل إليه مهما كان، أي شخص موجود في أراضي الجمهورية اليمنية نستطيع نوصل إليه الغذاء. نعم، الأستاذ جمال محفوظ بن فقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. جامع الأهدل أحد الشواهد التاريخية والدينية في مدينة عدن، وهو دال على مدينة حوت مختلف المعالم الأثرية بمختلف الأديان. كغيره من مساجد عدن القديمة، يحتفظ مسجد الأهدل في كريتر بطرازه المعماري القديم رغم تطور العمران في العصر الحديث. في حارة حسين شيد الإمام الشريف بدر الدين حسين بن الصديق بن عبد الرحمن الأهدل مسجداً سمي باسمه عام 868 للهجرة. المراجع التاريخية أن العلامة حسين الأهدل قدم من مدينة زبيد التي تلقى فيها علوم الدين والأدب، واستقر في عدن وطاب له المقام فيها حتى وفاته في عام 903 للهجرة. المسجد عملية توسعة واحدة كما تشير المراجع التاريخية، كانت في العام 1951 للميلاد على يد الشيخ العلامة عوض باوزير. عرف مسجد الأهدل بدوره الريادي كمركز علمي وثقافي،
تاركاً أثراً عميقاً في نفوس الآباء وسلوك الأجيال، لا سيما في حارة حسين التي أخذت تسميتها نسبة للعلامة حسين الأهدل. أهمية تاريخية ومكانة دينية، إذ يعد معلماً أثرياً وإسلامياً لعب أدواراً تنويرية ولا يزال، وظل محافظاً على طابعه المعماري الإسلامي القديم. الأثرية لمسجد الأهدل كأحد الشواهد التاريخية لمدينة متفردة بتعدد المعالم وتنوع الحضارات واختلاف العصور. اخترع عين الثلج لكشف المواد الغذائية السامة من الصالحة، وهو بحاجة إلى دعم ومساندة من قبل الجهات المختصة. من مجال الحقوق إلى عالم الاختراعات انطلق عوض خالد با حميش باختراعه الذي يعنى بالكشف عن مدى صلاحية الأطعمة من عدمها، ونال بموجبه براءة اختراع في دولة ماليزيا التي تولي اهتماماً كبيراً بالاختراعات والمخترعين. اسمي عوض خالد با حميش، محافظة حضرموت، مديرية غيل باوزير. درست الأساسي في مدرسة الملاحي، ثم انتقلت إلى الثانوية، ثانوية فقيد باوزير. بعدها تخصصت القانون، الآن سنة ثانية. طبعاً القانون بعيد شوي عن أنا علمي تخصص، لكن الوالد قال لي بغناء قانون أنا خلاص، عشان الوالد تكرم مدينة. وبخصوص الاختراعات، الاختراعات مش من اليوم، يعني من أنا وصغير، يمكن في تاسعة سويت اختراعات، يمكن اثنين اختراعات، لكن سرقوها علي. فعشان كده أنا خلاص قلت الجماعة دي شكلهم عندنا كده بالسرقة وبس. لما بعد فترة المهندس فهد باعشن رئيس مؤسسة حضرموت، صراحة هذي ناس محترمين طيبين، ساعدونا كثير في ترتيب أفكاري، في اختيار الاختراعات اللي ببدأ فيها، في طريقة الإلقاء. صراحة يعني هذه مؤسسة تحتاج دعم من الحكومة، دعم يعني مادي، لأنهم إلى الآن هم يعتبرون مؤسسة خاصة، ما لهم دعم يعني كافي وكذا، ومهتمين بالمخترعين. فالمخترعين يعني يعتبرون شريحة نادرة جدا، والاهتمام بها يعني واجب. في الدول الثانية لما تروحين يقيمون الدولة، ما يقيمونها بالنووي اللي معهم أو الجيوش، يقيمونها ببراءات الاختراع. حتى الجامعات في دول كبرى تقيم ببراءات الاختراع اللي معها. المخترعين شريحة نادرة جدا، نحتاج الاهتمام، نحتاج يعني الدولة تهتم فيهم أكثر من كده، تطورهم، لأنه هم من يبنون المستقبل ويغيرون مجرى الأوضاع اللي نحن فيها الآن. سمي الاختراع عين الثلج، وقد يساعد كما يقول عوض خالد في إنقاذ أرواح الكثيرين وتقليل نسبة الخسائر من المتسممين بالأطعمة الفاسدة. الاختراع أنا اللي سويته اختراع يحل مشكلة عالمية في تسمم الأغذية المجمدة، خاصة بلدان العربية يعني تكثر فيها هذه المشكلة. يموت تقريبا سنويا بسبب المشكلة هذا 420 ألف إنسان، ومعظمهم الأطفال.
واكثر من 550 مليون حال تسمم. هذه المشكله ما يعاني منها اليمن او يعاني منها الخليج او لا، يعاني منها الكره الارضيه بشكل كامل. فانا فكرت، واصلا شفت الشباب السنه الماضيه جالهم تسمم حق شاورما كذا، حالتهم كانت ترتالها بين الحياه والموت. قلت كيف ممكن انت بكره يقع عندك، انت مش عارف. فقلت نحن لازم نسوي اختراع. سويت اختراع سميته اي سي اي، عين الثلج. هذا الاختراع كاشف يكون في الغلاف الخارجي للطعام المجمد. قبل ما يشتري المستهلك الطعام ينظر لهذه العين، اذا كان لونها لون ازرق فهذه العين تعتبر، هذا الطعام يعتبر قابل للاكل. اما اذا تغير لون العين للون البرتقالي او اللون الاصفر او اللون الاحمر، هذا التلوين انا نتحكم فيه، فيعتبر هذا خاص فاسد الطعام. طبعا الاختراع ميزاته كثيره جدا، اولا انه رخيص الثمن، يعني ما يكلف مواد ولا يكلف، يعني رخيص مره الثمن. ثاني حاجه المواد اللي استخدمتها في التكوين مواد كلها قابله للاكل. منفردا يشق المخترع عوض خالد طريقه نحو مستقبل محفوف بالكثير من العوائق والتحديات، يحاول إثبات ذاته ورفع اسم اليمن عاليا في المحافل الدولية، بالرغم من غياب الاهتمام الحكومي والدعم إلا من بعض المساعدات التي يتحصل عليها بصفة شخصية. إن شاء الله الدولة تنظر لهذا المخترعين بالأخص، إلى الآن صراحة ما لقينا اهتمام. في البداية أنا طلبت مبلغ عشان نروح إلى ماليزيا ونشارك في ماليزيا في هذا معرض الدولي ITECS. هذا يعتبر أكبر معرض دولي في الشرق الأوسط، يضم أكثر من 170 دولة وأكثر من 1000 مخترع، فكان مخترعين جداً كبار. فأنا رحت بحاجات بسيطة، طلبت تقريباً 5000 دولار من الدولة. رحت عند محافظ حضرموت لواء فريسال البحسني، هذا والد حضرموت ما قصر صراحة معي، أعطانا 2000 دولار. فكان باقي المبلغ كيف نسوي كيف نسوي، ما في. رحت عند تجار، فبعضهم يستغلون يقولون لك نحن بغينا 70% من اختراعك، بعضهم بغينا 80%، بعضهم يطردك من محله، بعضهم هنا. صراحة تعرضنا لمشكلة كبيرة جدا، ما في اهتمامات ما في ده. في الأخير خلاص باقي معي 12 يوم من المعرض ونتم قبولي في المعرض، هذا يعتبر إنجاز إنهم يقبلونا. فأمي قالت لي خلاص خذ ذهبي روح بيعه، إن شاء الله ربي بيعوضني. Congratulations. And let's get a welcome our colleague Mahfouz Bahumaish from Yemen for winning herself one silver medal. Congratulations. Let's welcome our colleague from Yemen. مثل المخترع عوض خالد اليمن في المحافل الدولية وكرم ضمن الثلاث المراكز الأولى، ولا يزال في انتظار المزيد من المشاركات والتكريم، متطلعاً إلى التفات الجهات المعنية لمشروعه، مثمناً جهود كل من مد له يد العون والمساعدة. أنا جيت عشان أهلي، عشان دعم أهلي، عشان نثبت لهم أن اليمنيين مش حرب بس، اليمنيين عقل وفكر، إلا أنه ما في اهتمام برضه. ثاني يوم أعلنوا نتائج فوزي الميدالية الفضية، رغم حقي انه البوث ما فيه اي تجهيزات الا ورقه توراي، لانه اكثر اقبال كان حقي البوث. فلما عرضوا لي فضيه بعد ما جات لجنه التحكيم وشفت رده فعلها، فاجأتنا قلت فضيه مفروض ذهبيه. الين يجي نص ساعه يجي البروفيسور اللي حكم علي، واحد ماليزي، قال لي طبعا انت حصلت على الميداليه الفضيه لان العرض حقك مكان الكافي. من شروط الاختراع ان العرض حقك يكون تمام، ديلاك خسروا الاف الدولارات عشان يعرضون ويبرزون وانت ما جبت شيء، هذا من شروط انا ما نقدر. لكن نحن الان بنكرمك بميداليه ذهبيه كميداليه شرف، وانت اكثر انسان تستحقها. يرى المخترع عوض خالد بان صناعه الامل في زمن الحرب اولى من الاستسلام للياس، فالعلم اولى بالاهتمام من سواه، ولا سبيل سواه لخروج اليمن من النفق المظلم الذي تسير فيه كما يقول. الآن هم يتعذرون بالحرب حرب حرب، طيب حتى ولو أنه في ظل الحرب لازم نصنع أمل، لازم نحفز الشباب، لازم نعطي أمل. فالآن اللي بيجي بعدي بيشوف أنه ما في اهتمام خلاص بيتحطم. فبدل ما أن الدولة تهتم بالشباب، تهتم بالعلم، العلم أساس
والعلم اساس. انا رحت ماليزيا شفت كيف مهتمين بالعلم، حتى الدول العربيه المشاركه في ماليزيا هناك شفت كيف مهتمين باولادهم المملكه العربيه السعوديه، ما شاء الله كانوا مستاجرين بوثات على مد البصر ويسمونه ده طلع وفد كامل عشان مساندة أولادهم. تشوف ناس مهتمين بالعلم حتى ولو إنهم ما فازوا بأي ميدالية، لأنهم بيشتغلون على عيالهم 5 سنوات 6 سنوات، هذول بيكونون عباقرة، إن إيش معاهم النبتة البذرة معاهم، فيحتاجون إيش الآن إلى بيئة عشان تكبر هذه النبتة وتعطي ثمار. نحن موجود النبتة لكن ما حصلنا البيئة المناسبة. مشاهدينا ها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.